رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الحلاوه الاسبريدان، حطيتهم في الثلاجه شويه وهنستعرضهم مع بعض دلوقتي نشوف. بس اعتقد الحلاوه اللي بعرق الحلاوه ممكن ما نحتاجش نقلبها دلوقتي علشان هي محتاجه تمسك شويه فلازم تاخد وقتها، لكن هقدمها برضو لحضراتكم. عندنا الحلاوه الاسبريد بالشوكولاته، انا عندي نص كوبايه من اللبن، عندي معلقتين كبار من الزبده، عندي كوبايه شوكولاته خام الدارك تشوكلت يعني اللي هي بنستخدمها دايما في المطبخ، وعندي ربع كيلو من الطحينه، وعندي بودنج شوكولاته علشان ادعم الطعم. دي حاجه من الحاجات اللي يعني ايه اللي هي بتدي كده طعم جميل ومميز وبيبقى طعمها مقبول. السبريد دي بتتفرد كده على التوست او على السندوتشات بتبقى حلوه قوي. تعالوا كده ناخد اللبن وهنحط معاه الزبده. بسم الله كده. طيب تعالوا بقى نقلب دول كده، هقلب كده عقبال ما يسيحوا هنا. تعالوا بقى ناخد كده شويه كده من السكر، طبعا على حسب الرغبه. خلاص انا هحط كده 3 معالق بس كفايه، انا مش عايزاها تبقى يعني ايه قويه. 3 معالق دول يعملوا نص كوبايه سكر، اللي عايز يزود يقدر يزود براحته خالص، مفيش اي مشكله خالص. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، اللبن مع الزبده مع السكر. انا ممكن ازود لكم انتوا سكر لو انتوا حابين عشان لو هتستخدموه، بس هو البودنج اللي احنا حاطينه الجاهز خلوا بالكم فيه نسبه سكر، عشان كده انا ما حطيتش نسبه كبيره، لكن لو مش هتستخدموا البودنج ممكن تحطوا كوبايه سكر. خلاص كده عايز احط نقطه من الفانيليا، استخدمت الخام عشان تدي طعم حلو تيست حلو زي بره بالظبط. بعد كده هنضيف الشوكولاته اللي هو البودنج الاول. تعالوا نضيف البودنج، عندي من البودنج شويه حلوين. خلينا بس ناخد الايه الوسك كده والشوكليت مع بعض، شايفين ازاي؟ وده البودنج طعمه هتبقى ريحته روعه كده. احنا بقى عملنا حاجه جميله، بس اللي هي الفانيليا الخام شوكولاته الخام طعم يكون حلو، حطينا البودنج نتحايل عليه علشان يدي تيست وطعم حلو. بصوا كده يبدا بس يتماسك شويه البودنج ده، هيدي قوام كده حلو. هنبدا نضيف الطحينه زي ما احنا عايزين، تدي بقى تيست طعمه وجميله جدا فوق ما حضراتكم تتخيلوا. اللي عايز بقى يضيف في النص مثلا هفترض شويه بندق صغيرين، معلقتين 3 بندق او اي مكسرات بيحبها، يكون محمصها ويطحنها مجروش ويحطها تبقى مجروشه ماشي، هتدي طبعا طعم احلى واحلى. عايزه اقول لكم الشوكولاته الخام دي حلوه جدا، فيها بيتا كاروتين وفيها بروتينات وفيها قلويات، بتعزز صحه الدماغ جدا، بتنشط الذاكره جدا، وبتحسن المزاج وبتعالج الاكتئاب. الشوكولاته الخام اللي فيها نسبه كاكاو 70% على فكره. بصوا كده جميله جدا، انا حاسه ان انا عامله لحضراتكم ازعاج. خليني ايه امسك الويسك ده عقبال ما يجيبوا لي الويسك التفلون او اللي هو السيليكون. بصوا كده هيبدا يدي قوام كده، هيبدا يتماسك معايا. خليني بس ايه اقلب، الريحه بدات تبقى جميله جدا، ريحه البودنج والشوكولاته معلقتين الزبده دول بيدوا لمعه كده ويدوا طعم حلو جدا. الويسك عشان نبقى ايه ما يعملش ازعاج لحضراتكم. بصوا 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 بقى الريحه روعه، عايزه اقول لكم جميل. اهو بصوا كده اهو اهو بصوا كده اهو
نقلب كده. اول ما يسخن بقى ويبدا يدخل في مرحله ان هو يغلي هتلاقوا الايه البودنج ده بدا يتقل شويه. في المرحله دي على طول نضيف الطحين على حسب بقى القوام، انتوا بقى عايزينه بيبقى ماسك شويه في يعني شبه سائل شويه براحتكم، لانه ما اعملوا حساب ان هو لما هيدخل الثلاجه هيمسك شويه، فانا مش عايزه احط كميه كبيره عشان لما تمسك في الثلاجه شويه ما تبقاش ماسكه زي الحلاوه القوام العادي. انتوا بقى عايزين تدوها القوام الجامد كتروا نسبه الطحينه، نسبه الطحينه لو زادت هتمسك وتديكوا القوام اللي هي كانها بالظبط حلاوه طحينيه بس بالشوكولاته اللي هي القطع اللي انتوا بتحبوها كده. يبقى تمام كده، تمام. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي حبايبي، خليني اجيب الثانيه بس مش عايزه اسيب دي الا لما تبدا تدخل في التسويه كده. خليني هنا اسيبها 5 دقايق واجيب لكم الثانيه اللي في الثلاجه. مفترض ان انا كنت احط لها تحت حاجه. عشان تتماسك المفروض كنت بس هي طبعا الطحينه فيها نسبه زيت هي ما مسكتش قوي بس تعمل بس الفراغ. ايوه ها يا مسهل بسم الله. اوعى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده يا نهار. السوداني مديها طعم حلو قوي. ايه يا جماعه خليكم على الحلاوه شويه. يا نهار ابيض، شايفين القمر بتخن جدا دي. بصوا بقى القوام ده، تعالوا بقى ركزوا معايا هنا في البودنج، شايفين القوام وصل لايه؟ بصوا كده بصه بسم الله، شفتوا؟ يلا بصوا معايا. شايفين يا حبايبي؟ بس هتبدا تاخد الريحه روعه. ايه يا جماعه؟ اوحوا بقى يا جماعه مش كده. شايفين الجمال؟ قلبي الصغير لا يحتمل. يا سلام يا سلام، الله اكبر، ده حتى المضرب يا عيني ما قدرش. هدية حبيبتي، انا هشيل لك دي بس هتعجبكم قوي. بصوا بقى، الله الله، تعالوا بقى. بسم الله، شايفين؟ ماشي اصبروا عليا، انتوا مالكم؟ ماشي حبايبي انا ما قلتش حاجه. شايفين الجمال؟ اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ مش قادره اقول اي حاجه. ناخد القمر ده نحطها هنا، وناخد السبريد اللي احنا عملناها دي هنا، ونشوف القمر اللي عملناها جوه كل ده ما تماسكتش، يعني ما لحقتش تتماسك طبعا، ولا دي لحقت تتماسك. دي بصوا يعني هتنزل مش هتبقى متماسكه قوي، هتقع يعني. فانتوا رايكم ايه؟ نحطها زي ما هي ولا اعملها كده بس من غير ما تتقلب جامد؟ يخربي يخربي.
مش هتنزل. ما مسكتش، اخليها كده بقى كانها لابسه طربوش. ها خليها كده، يلا هجيبها لكم بشابوه في نص كده. ما هي لسه ما مسكتش، بس دي 24 ساعه. اسمعي بقى هعملها لكم كده، خلاص عشان دي لازم تاخد 24 ساعة في التلاجة، تبات ليلة كاملة فتطلع حلاوة. بصوا هي بالرغم انها سخنة مولعة، يعني احنا مطلعينها من على النار، بس بصوا بدأت تتماسك شوية، بس لازم اوريكم شكلها. بصوا بقى الفرق بين الاتنين، هتلاقوا اللي معمولة بالسكر البودرة اللي بتتباع جاهزة اللي احنا دايما كلنا بنشتريها لونها فاتح ازاي. نقرب بقى شوية الكاميرا كده وتشوفوا القالب اللي احنا قلبناه السهل السريع، الحلاوة الطحينية اللي هي بالسكر البودره. بصوا القالب فاتح وجميل ازاي. بصوا بقى اللي بعرق الحلاوه فيها لون كده غامق سيكا ازاي، عشان اللون بتاع العرق الحلاوه نفسه. بصوا بقى قربوا منها كده حبايب قلبي. الحلاوه السبريد دي رائعه طبعا، انا يعني عايزاكم تجربوها وشوفوا طعمها مع الولاد عامل ازاي. حطوها بقى كده وفرق. بصوا ليها لون غامق سنه، هي مش محتاجه والله، هي مجرد ما هتجمد هتنزل زي التانيه بالظبط، بس انا حبيت اوريكم الفرق بين الاثنين. ودي لسه طالعه معانا، احنا ما جمدناش منها واحده وعملناها ولا حاجه، لان لو كنا جمدناها وعملناها قبل كان زمانها اتاكلت وما طلعناش بيها برضو. يعني ففضلت ان احنا نعملها مع بعض على طول عشان حضراتكم تشوفوها. اتمنى يا رب الوصفات تكون نالت اعجابكم، اختاروا الطريقه المناسبه ليكم، جربوا طعم، شوفوا عرق الحلاوه، الحاجات الجميله الطبيعيه، والحلاوه السبريد بتاعه الاطفال بالشوكولاته حطوها في برطمان زجاجي يكون خاص بالشوكولاته او خاص بحاجه خاصه للمنتجات الشوكولاته او للمربى. نعقمه ونشفه ونجففه ونحطه ونقلبه على وشه، وقت ما نعوز ناخد بطرف السكينه ونفرد على التوست ونقلبه وننزله تاني في الثلاجه. هتفضل مع حضراتكم جميله، وان شاء الله تستمتعوا بيها، حاجه بيتي نظيفه من ايديكم بوصفات بسيطه وجميله، ان شاء الله تستمتعوا بيها.